مشاهدينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم على شاشة 17 في جولة مع الحدث نبدأها بكلمة لابد منها. لم يشهد تاريخ البشرية انفجارا بحجم انفجار بيروت، ولم يشهد تاريخ البشرية أظلم من الذين يهددون القضاة الذين حققوا وعرفوا الحقيقة الساطعة كالشمس بأن دولة الإهمال والفساد وسلاح الإجرام الذي يحميها هم السبب الرئيسي في انفجار العصر، كما أنهم وبقية الطبقة السياسية وراء كل أزمات وويلات الشعب اللبناني ماضياً وحاضراً ولن يكون مستقبلاً بالتأكيد. على أثر خطاب التهديد والوعيد الذي سمعناه البارحة بحق القاضي العادل الشريف، عنونت إحدى صحف الممانعة اليوم وتأكيداً لتهديد سيدها طارق البطار: اتق الله وارحل، ارحل، ربما كما رحل المئات من الشرفاء التي قامت وحدات الحزب بتصفيتهم منذ أوائل الثمانينات ولم يكن الشهيد لقمان سليم آخرهم، فرانسوا الحج، وسام عيد، وسام الحسن، محمد شطح، وليد عيدو، رفيق الحريري، باسل فليحان ورفاقهم، سمير قصير، جبران التويني، هاشم السلمان وجوب الجاني، وعشرات من المفكرين الأحرار من سهيل طويلي ومهدي عامل وحسين مروي إلى جورج حاوي وغيرهم الكثير. هؤلاء لم يموتوا موتى ربهم، بل تم تصفيتهم على يد من يهدد ويتوعد ويصفي. أليس كذلك؟ فبأي ألاء لربكما تكذبان؟ هذا غيض من فيض الذين يغطون القضاة الذين يبرئون عملاء إسرائيل والذين يرتكبون جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية في سوريا وغيرها. حقيقة إن النصر مع الصبر ولبنان الحر السيد والمستقل عن محاور الإجرام سيولد من جديد. من 17 نتابع وإياكم جولتنا مع الحدث نبدأها بأهم العناوين: علي الخليل مطلوب للعدالة، الحبل على الجرار، والتهديدات لا تخيف البطار، لغز انفجار خزان الزهراني لن يغطي عن الوعود الكاذبة في ملف الكهرباء، التيار الصدري الأول في الانتخابات العراقية، المشاركة كانت مخيبة للأمال. وفي الجولة أيضا الكويتيات يلتحقن بالجيش، والكويت أول دولة برلمانية خليجية والمرأة تنتخب وتترشح، وزير دفاع العدو إسرائيل كي تحقق اتفاقات سلام يجب أن تظل الأقوى في الشرق الأوسط. لم يتغير شيء ولن يتغير في ظل سيطرة الحزب الإيراني على مفاصل الدولة وعلى حياة المواطنين وفي أسر البلاد والعباد في أجندة الحزب وأتباعه في الرئاسات الثلاثة وفي المؤسسات جميعها. أزمة المحروقات والكهرباء تتفاقم، إلا أن لا شيء أو خبر يطغى على العمل عن حرف العدالة عن مسارها أو إلغائها عبر تهديد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قاضي التحقيق العدلي في قضية مرفأ بيروت طارق البطار، وعبر الهجوم العنيف الذي شنه قائد الفيلق الإيراني في لبنان البارحة. هجوم نصر الله جاء بعدما ربح القاضي بطار في جولة قضائية ثانية، جولة كانت خاسرة لكل المنظومة السياسية إثر قرار محكمة التمييز رد طلب النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل بكف يد بطار عن ملف تفجير المرفأ. والخلاصة أن التحقيق مستمر والمحك في حضور حسن خليل من عدمه، وفي وقت رفض القاضي البطار اليوم أن يتبلغ دعوى رد خليل وزعيتر المحالة أمام القاضي ناجي عيد، وفي خطوة غير مسبوقة أصدر القاضي البطار مذكرة توقيف بحقه النائب علي حسن خليل بعدما تأكد أنه لم يمثل أمامه وانتداب وكيله القانوني للحضور مكانه. نقيب المحامين في بيروت أكد أن القاضي البطار يعمل لأجل الحقيقة ولا ينفذ أي مشروع سياسي، وأفادت المعلومات أن وكيل الدفاع عن النائب علي حسن خليل ينوي التقدم بدعوى مخاصمة الدولة أمام القضاء، إلا أن هذه الدعوى لم تبطل مفاعيل مذكرة التوقيف الغيابية بحق موكله.
وعلم أن المجلس الأعلى للدفاع الذي ينعقد قبيل جلسة مجلس الوزراء اليوم سيناقش ملفا واحدا، ألا وهو موضوع منح الإذن بملاحقة اللواء توني صليبا. وأفيد أن هذا الموضوع فرض نفسه بندا وحيدا عشية انتهاء المهلة التي طلبها المحقق العدلي من أجل بت الأمر. وفي المواقف غرد النائب وائل أبو فعور قائلا: إذا صحت ظنوني وتمنياتي فأننا أمام انتفاضة قضائية ضد السياسيين المتدخلين في عمل القضاء. وزير العدل السابق إبراهيم نجار أشاد من جهته: بسرعة بت محكمة التمييز من قبل قضاة شجعان لا يتلقون تعليمات سياسية ولا يرضخون لأي تهويل، ما يعطي بريقا جديدا للقضاء اللبناني. وأضاف أن القاضي بطار سيكمل عمله وسيستمع للمدعى عليهم، ولا طرق أخرى للمماطلة أمام القضاء العدلي أو عدم مثول المدعى عليهم. واعتبر أنه لم يعد هناك من عقبة أمام المحقق العدلي إلا موضوع الحصانات. واعتبر الوزير السابق أشرف ريفي عبر تويتر أن أداء القاضي بطار وأمثاله من القضاة الشجعان أحيا الأمل لدى اللبنانيين الشرفاء بإمكانية بناء دولة. التحية لكم ولأمثالكم وللآخرين، العدالة آتية إليكم لا محالة. إلى ذلك غرد النائب السابق فارس سعيد محذرا من أن سقوط أي شعرة من رأس القاضي بطار يتحمل حزب الله كامل المسؤولية فيها. الثوار يتعرضون للضرب أمام منزل رئيس عصابة المصارف من قبل شبيحته وعلى مرأى ومسمع القوى الأمنية. تقرير حسين السبلاني. مش حنخليكن ترتاحوا ولا حنخليكن تنبسطوا باللي سرقتوه من ودائعنا. مجموعة من الثوار قررت التظاهر قدام منزل رئيس الأربعين حرامي. ميليشيا المصارف بأسلحتها قدام نظر القوى الأمنية المولوية كانت بانتظار الثوار واستخدمت ضدهم أبشع أنواع القمع. يحيى المصري رح ينقلنا صورة عن اللي صار قدام منزل الزعيم المصرفي سليم صفير. سبت من يومين توجهنا لنعمل وقفة احتجاجية قدام بيت سليم صفير في 20 شخص، كنا بعضنا شيء واصلين، يعني عم نحكي بس مع القوى الأمنية لأن قالوا لنا ما تقربوا لنا، ما حنقرب نوقف على الطريق يعني تحت وبعد عن باب الفيلا. بيجمع علينا 20 شخص، جنازير، عصاية حديد وآلة الكهرباء. بينزلوا علينا بغاية القتل، أبدا مش تخويف. استحكموا أكتر شيء بإلي كاريروز، يعني باقي مستوت على الرصيف. في أسامة فقيه كمان، واللي تكهرب واللي تضرب مثلي بالجنزير. كان في سيارتين، سيارتي وسيارة إلي كمان تكسروا. نحن نازلين نعمل وقفة احتجاجية ونطالب بحقوقنا، لا نازلين لا نضرب، لا معنا سلاح، لا معنا حجر، لا معنا شيء. وأنا بهيك نزلت أنا بكون موجود. قدمنا دعوة ضدهم وضد سليم صفير، حتى على تخاذل القوى الأمنية لأنه كانوا موجودين وكانوا عارفين أنه هن محضرين حالهم وما قالوا لنا. هذا اللي صار، قدمنا دعوة عليهم وناطرين القضاء ليصير، وإن شاء الله بناخد نتيجة، لأن إذا ما أخذنا نتيجة من القضاء بدنا نأخذها بإيدنا. شكرا. ومنقول لآخر وزراء داخلية العهد القوي أنه من واجب القوى الأمنية حماية الشعب ومش حماية المافيات وشبيحتها. جولة الإصلاحات خاسرة حتى الساعة. الكهرباء تسقط كل يوم في اختبار تلو الآخر، وتالحريق في منشآت الزهراني ليزيد في الطين بلة وليطرح السؤال ما إذا كان مفتعلا. وعلى خلفية الحريق فتح النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان تحقيقا لمعرفة الملابسات. وزير الطاقة وليد فياض أكد العمل لتأمين السلامة العامة، مشيرا إلى أن التحقيق سيتواصل لتحديد المسؤوليات وهو أمر سيبده التحقيق. وفي السياق أكد مدير المنشآت في الزهراني زياد الزين أن أسبابا تقنية وراء حريق خزان البنزين. إلى أزمة الكهرباء التي تنعكس على شتى القطاعات، فاليوم شهد مركز الضمان الاجتماعي في الدورة انقطاعا للتيار الكهربائي، الأمر الذي أثر على سير العمل وأدى إلى توقف المعاملات وزحمة مواطنين. ارتفاع أسعار المحروقات تكوي جيوب المواطنين، وهم يضاف على حياتهم اليومية والمعيشية. وبحسب دراسة للدولية للمعلومات أصبحت كلفة الرحلة ذهابا وإيابا من بيروت إلى طرابلس 308,000 ليرة،
من بيروت إلى جوني 95,000 ليرة، من بيروت إلى صيدا 173,000 ليرة، ومن بيروت إلى زحلي 196,000 ليرة. والسؤال يبقى، عن أي وظيفة تخول صاحبها تحمل حوالي 7,500,000 ليرة كلفة للتنقل إلى العمل شهرياً؟ ماليا، سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعا صباح اليوم، مسجلا 19,400 ليرة للبيع و 19,450 ليرة للشراء للدولار الواحد. في قصر بعبدة، عرض الرئيس ميشيل عون مع وزير التربية عباس الحلبي الإجراءات المتخذة لانطلاق العام الدراسي في المدارس الرسمية والاتصالات الجارية لمعالجة مطالب المعلمين، إضافة إلى أوضاع الجامعة اللبنانية. تعاون أمني بحري بين الجيشين الأمريكي واللبناني، والهدف المشاركة في الأمن البحري الإقليمي. تقرير فراس القاضي. بين 20 و29 من أيلول الماضي، نفذ مسؤولون عسكريون لبنانيون وأمريكيون مهمة تهدف إلى بناء قدرة البحرية اللبنانية للحفاظ على الأمن الإقليمي وتعزيز قدرات الاستجابة للكوارث وإمكانية التشغيل البيني مع قوات البحرية الأجنبية من أجل تعزيز تحالف قوي. تضمنت هذه المهمة مؤتمراً دولياً لبناء الشراكة عقد على متن السفينة USNS شوكتاو الراسية في قاعدة بيروت البحرية، وشاركت فيها 28 دولة. وقام قائد الجيش جوزيف عون بزيارة السفينة، وجال فيها برفقة قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية نائب الأدميرال براد كوبر، والسفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا، وعدد من الضباط من الجيش اللبناني. عودة إلى المؤتمر، نشير إلى أنه أقيمت ورش عمل حول كيفية التخلص من الذخائر المتفجرة وإجراءات البحرية المضادة للألغام من قبل الفنيين والغواصين في البحرية الأمريكية. نشير أيضا إلى أنه تم بناء مرفق دعم للأمن البحري بقاعدة جوني البحرية من قبل كل من كتيبة البناء في البحرية الأمريكية وفريق الهندسة في الجيش اللبناني. المسؤولون العسكريون الأمريكيون أكدوا أن المرفق سيوفر مساحة عملياتية لمهمات الزيارة والمغادرة والتفتيش والمصادرة، إضافة إلى بناء قدرة البحرية اللبنانية لتأمين حدودها البحرية. وتم تبادل الخبرات بين القوات الأمريكية واللبنانية. ومن جهة أخرى وصحيا، قدم الفريق الصحي التابع للبحرية الأمريكية معلومات بشأن الطب الوقائي والتأهب للكوارث والاستجابة لها واختبار مياه الشرب ومعالجتها، إضافة إلى تتبع الأمراض المعدية والاستجابة لانتشار الأوبئة. حضور سفينة من الأسطول الأمريكي الخامس إلى لبنان ورسوها بمرفأ بيروت مهم جدا، ويؤكد مجددا أن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بدعم الجيش اللبناني ومساعدته على تطوير قدراته بحسب ما أعلنت قيادة الجيش اللبناني. من أخبارنا العامة، وفي سوريا تعرضت مرة جديدة مواقع لميليشيات تابعة لإيران في مدينة البوكمال بريف دير الزور في غارات جوية، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي أشار إلى أن انفجارات عنيفة ضربت المنطقة الواقعة على الحدود السورية العراقية والتي تنشط فيها ميليشيات موالية لإيران تزامنا مع تحليق طيران مسير في الأجواء. ويشار إلى أن الطائرات المسيرة المجهولة صعدت من ضرباتها مستهدفة الميليشيات الإيرانية وتلك التابعة لها قرب وعند الحدود السورية العراقية في منطقة غرب الفرات وفق المرصد. كما استهدف الطيران الروسي مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا شمال حلب. نبقى في الوضع السوري، حيث أفيد أن حريق بمعمل للغاز في الحسكة السورية. إلى ذلك، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن دعت دولا عربية إلى عدم استعادة العلاقات مع الرئيس السوري بشار الأسد. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد أن تركيا عازمة على القضاء على التهديدات في الشمال السوري وأنها ستتخذ الخطوات اللازمة لذلك في أسرع وقت. وقال أردوغان: لقد نفذ صبرنا تجاه بعض المناطق التي تعد مصدرا للهجمات الإرهابية من سوريا تجاه بلادنا.
حل التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الأول في الانتخابات العراقية المبكرة، ودعا إلى الاحتفال بهذا النصر مؤكدا أنه سينهي استخدام السلاح خارج إطار الدولة، ومعلنا عن ترحيبه بكل السفارات في البلاد ما لم تتدخل في الشأن العراقي وفي تشكيل الحكومة. وقال الصدر: آن للعراقيين أن يعيشوا بأمان بلا احتلال ولا إرهاب ولا ميليشيات تنتقص من هيبة الدولة. وكانت البعثة الأممية لدعم العراق قد أكدت أن انتخابات جرت بسلاسة وشهدت تحسناً تقنياً ملحوظاً، إنما نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية جاءت مخيبة للأمل. وفي الأردن ذكرت وسائل الأعلام محلية أن الأردن وقع اتفاقية مع إسرائيل لشراء مياه إضافية، ونقلت وكالة عمون الإخبارية عن مصادر رسمية في وزارة المياه والري أن اللجان الفنية المختصة الأردنية الإسرائيلية عقدت صباح اليوم الثلاثاء اجتماعا فنيا بحضور وزيري المياه لدى الجانبين. من جهة أخرى، شدد وزير الخارجية الأردني لنظيره الإيراني أن عمان تريد علاقات إقليمية صحية قائمة على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. في غضون ذلك، أعلنت روسيا أن مفاوضات فيينا أحرزت تقدما كبيرا ومفيدا في الجولات السابقة، مشيرا إلى أن هذه المفاوضات يجب ألا تستأنف من الصفر. أعلن مجلس حقوق الإنسان عن انتخاب السعودية نور العمرو وثلاثة آخرين كأربعة أعضاء للجنته الاستشارية، والأعضاء الثلاثة الآخرين هم من اليونان وجنوب أفريقيا والبرازيل. أكد وزير الدفاع الكويتي اليوم: آن الأوان لأن نعطي المواطنات الكويتيات الفرصة لدخول السلك العسكري جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل. وكان وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح قد أصدر قرارا في شأن فتح باب التسجيل للمواطنات الكويتيات للالتحاق كضباط اختصاص وضباط صف وأفرادا في مجال الخدمات الطبية والخدمات العسكرية المساندة. وتعتبر الكويت أول دولة خليجية عربية تتبنى نظاما برلمانيا في 1962، ومنحت المرأة حق التصويت والترشح للانتخابات في 2005. قضى 15 مهاجرا غرقا بعد تحطم قاربين قبالة سواحل ليبيا، وفق ما أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. وأشارت الوكالة إلى أنقاذ 177 مهاجرا آخرين من دون أن توضح جنسيات المهاجرين. ونشرت المفوضية صورا تظهر العشرات من المهاجرين وهم في حال إعياء شديد، وتقدم لهم الرعاية الطبية ومياه الشرب على رصيف القاعدة البحرية. شدد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس على أن إسرائيل كي تحقق اتفاقات سلام يجب أن تظل أقوى دولة في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن هذا هو مبدأنا التوجيهي وسيظل كذلك إلى الأبد. وقال أن من واجبنا تطوير جميع اتفاقيات السلام ومواصلة السعي من أجل السلام مع الفلسطينيين أيضا، لافتا إلى أن تل أبيب تعمل على توسيع الاتفاقات القائمة والسعي إلى اتفاقيات إضافية في إيطاليا. في فرنسا، أعلنت متحدثة باسم الشرطة أن ثلاثة مهاجرين لقوا حتفهم في جنوب غرب البلاد بعدما صدمهم قطار متجه إلى بوردو وهم ممددين على القضبان. خبرنا الأخير من جزر الفلبين، حيث أعلنت الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث أن 9 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم جراء فيضانات وانهيارات أرضية ناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تسبب فيها الأعصار الاستوائي كومباسو. وأوضحت الوكالة أنهم تم الإبلاغ عن 11 شخصا في الأقاليم المتضررة من الأعصار. نبقى الآن مع الجولة الرياضية يقدمها الزميل زاهر كرامي. بونسوار، رح نبدأ جولتنا محلياً وبالتحديد من الرياضة الميكانيكية، حيث رح ينظم النادي اللبناني للسيارات والسياحة الATSL السباق الثالث بعروض الانجراف الدريفتينج، وذلك الأحد 10 تشرين الأول الجاري بمزار موتور بارك بكفر دبيان. ويندرج السباق بإطار المرحلة الثالثة من بطولة لبنان، وبتتواصل عملية تسجيل بمكتب الراليات التابع للنادي المنظم بالكسليك. وحددت آخر مهلة للمشاركة عند الساعة 4 من بعد ظهر الجمعة 28 أول على أن يعمم النادي المنظم أسماء المشاركين بالمسابقة عند الساعة 10 من صباح السبت 9 الشهر. رح ننتقل لعالم كرة القدم.
فعم يطلع كل من لبنان والعراق إلى تحقيق الفوز الأول بمصرتهم بالدور الحاسم الآسيوي من تصفيات مونديال قطر، عندما يلتقوا الساعة 5:30 بعد ظهر الخميس على استاد خليفة بالدوحة، وذلك بالمرحلة الثالثة من تصفيات المجموعة الأولى، ويملك كل من المنتخبين نقطة من تعادلين خارج الأرض بالمرحلة الأولى. لبنان مع الإمارات والعراق مع كوريا الجنوبية سلبا، وبعد خسر لبنان بالمرحلة الثانية أمام كوريا الجنوبية 1-0 والعراق أمام إيران 3-0. تأهل منتخب لبنان للإناث تحت 12 سنة بالتنس إلى نهائيات بطولة آسيا بعد ما أحرز المركز الثاني ببطولة غرب آسيا يلي استضافتها مدينة الحسين الرياضية بالعاصمة الأردنية عمان، وشاركت بالبطولة خمس دول هي لبنان، العراق، الأردن، سوريا وإيران. كما حققت ناشئات لبنان الفوز بنتيجة نظيفة 3-0 على كل من العراق والأردن وسوريا، وخسروا أمام إيران 3-0. وستقام نهائيات بطولة آسيا بكازاخستان بتشرين الثاني المقبل، على أن تنطلق تدريبات منتخب الإناث هيدا الأسبوع تحت إشراف رئيسة اللجنة الفنية بالاتحاد البطل السابقة المدرب ناهية أبو خليل، وبمواكبة من اللجنة الإدارية للاتحاد. أعزائي المشاهدين، هذه كانت جولتنا الرياضية لليلة، موعدنا بتجدد بنشرة بكرة وعودة للزملاء بالأخبار. شكرا لك زاهر، جولتنا مع الحدث انتهت، مزيد من الأخبار تجدونها على موقع tv17.com. إلى اللقاء.